مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كرات الجزر. عنا كوبين جزر مبروشين بهيدا الشكل، كوب سكر، نص كوب جوز الهند، ملعقة طعم موارد، ملعقة طعم زهر، فستق حلبي لزيني، وجوز الهند كمان لزيني. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بنحط الجزر بالطنجرة، كمان السكر، المزهر والموارد، بحطهم على جنب وبتركهم منقوعين حوالي نص ساعة. بعد النص ساعة بس داب السكر بهيدا الشكل تقريبا، داب صار في مي. هلأ بحطهم على الغاز وبحركهم، بحركن لتأكد انه السكر داب منيح. بس تأكدت انه داب السكر بهيدا الشكل بالكامل، هلأ بتركن ليغلو على الغاز. بس غلو بهيدا الشكل، هلأ كل شوي بحركن شوي لتنشف المي. بس نشفت المي بهيدا الشكل، هلأ بحط جوز الهند. كمان بحركهم مع بعض. هلأ بطفي الغاز وبتركهم على جنب ليبردوا منيح. بس بردوا وصاروا بهيدا الشكل، هلأ بشيلهم وبعملهم كرات بهيدي الطريقة. بضغط عليهم أكيد عشان شوي بيكونوا منشفين بهيدا الشكل. كمان بغطى بجوز الهند. بعد ما عملتهم بهيدا الشكل كرات، هلأ برش رشة فستق حلبي خفيفة عليهم. هولي كرات جوز الهند والجزر اللي عملتهم أنا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.